الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام الوزير يحيى بن غير رحمه الله رحمه الله سعنا فعلا بعلوم وعلوم الصالحين في كتاب الاصلاح، واتفقوا على ان لبن الادميات طاهر يجوز بيعه وشربه، وانفرد ابو حنيفه رحمه الله من بينهم بان قال لا يجوز بيعه، وقال بعض الشافعيه هو نجس. حاجة عجيبة يا أخي والله. الشافعية دول جابوا الكلام ده منين مش عارف. مستحيل من الدماء. هو خلاص احنا ده لبن الإبل إيش؟ نجس؟ لبن الشاة نجس؟ ما هو نفس الأمر. ما هو يعني أصلاً أقول لهم مشكلة الشافعية، بعض الشافعية يخرجون بأقوال شاذة. حقاً. والحمد لله يعني بتكون لأصحابها وجوه ليست معتمدة. اولا لبن الادميات طاهر يجوز بيعه وشربه، وهنا هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء قالوا بانه طاهر، وهذا هو الصحيح بانه طاهر، وهذا باتفاق العلماء، ولانهم عن طاهر، يعني هذا فرع عن اصل، فرع عن اصل، ولا يستشكر ويقال ما ابين من حي فهو ايش نجس، او هو على ها على ايش؟ احسنت، كميتته. فنقول لبن الادميات طاهر، والا لو لم يكن طاهرا كيف يستطعمه ويكون طعاما للصغير؟ ما في ضروره هنا في هذا الباب، ولا يجوز ان ينشا ده اصلا ده انشاء طفل. انبت اللحم وانشز ايش؟ العظم. لو انبت اللحم بنجس وانشز العظم بنجس لكان انسان في في في, في داخلك الجلاله. نعم، فالحقيقة في هذا الباب أنه طاهر، والكلام بأنه نجس كلام بعض الشافعية هذا شاذ لا يأخذ به. أما الحنفية بالنسبة للبيع، الجمهور قالوا ما دام طاهرا فيجوز بيعه، ما دام طاهرا فيجوز بيعه. وأنا أيضا من هذا الباب فرع على تأجير الزئر ولا الأجرة في ذلك، فلو كان نجس إنما لما استحقت الأجرة. قالوا جاز بيعه، وهذا الصحيح جاز بيعه. أما الحنفية فقالوا لا يجوز بيعه. أما من قال بأنه جائز فرع عن الأصل، ولأنه غذاء للآدمي فجاز بيعه. وأنت ترى ذلك بنص الكتاب، في النص كتاب حسني على جواز بيعه طه حسين. مش هتيجي فهلو. ما شفت قلت وحل البيع عندك صح، وحل البيع هكذا بين الاثنين، وقال فسترد له اخرى. هات بقى قبلها، لا هات قبلها منهما، قال فسترد له، هترد له بايش؟ بالاجره. هو ملزم بايش؟ بالاجره. فما دام قد 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 حررنا الفرع بجوازه، يبقى اذا الاصل ايش؟ يجوز، لان هي بتاخد اجره عن ايه؟ عن لبن. فرجع لبن واغتفر في مسألة الجهالة فيه، مفهوم، لأنه غالب الأمر الأطفال يعني يصلون إلى حد معين، فهذه دلالة على جواز بيع اللبن جواز. أما الحنفية فقالوا بعدم الجواز، وعللوا على ذلك بأمور. الأولى فضلة آدمي لم يجوز بيعه، قياسا عن إيش؟ على الدمع والريق والمخاط وغير ذلك. وقالوا أيضا من الأدلة أنه لا يؤكل لحمه، فلا يجوز بيع لبنه كالأتان. هو إيه الأتان؟ ها؟ أنثى إيه؟ أنثى الحمار صح؟ شوف بالله عليك هذا قياس، يعني أعوذ بالله، أعوذ بالله والله العظيم. ما دي لا، دي ممكن أصلا يكون لهم وجه فيها كما سنبين، لكن على الحمار يعني هي المرأة حمارة؟ هذا قياس سيء جدا في هذا الباب صراحة. هم أحسن الناس يرد عليهم هو ابن حزم صراحة، بياخذ هذا الأمور يعني لا يترك لهم ولا يضر في هذا الباب. وقالوا ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا. طبعا قصوا شعر آدمي. وقالوا أيضا هو دم حيض، ودم الحيض غذاء الجنين في بطن أمه، فلا يجوز بيعه.
كل هذا كلام باطل. اولا القياس على الدم والعرق والمخاط قياسه مع الفرد. اللبن له اعظم فائده ما انشز العرق ما انبت نحن انشز العرق، فهو غذاء للطفل، حياه الطفل مرهونه بهذا اللبن. الدمع ليس فيه شيء من ايش من الفائده، والمخاط نفس الامر قد يتقدره الانسان. فيبقى القياس قياس مع ايش؟ مع الفرد. منع هذا لانه لنا منفعه فيه، ولانه لا يجوز شراء ما لا منفعه، ده افساد مال وسفه ويؤخذ عاد من يفعل ذلك. فاول قياس منهم يعني. الامر الثاني لا، قال لا يؤكل لحم صاحبتي فلا يجوز بيع لبنها. حاجه بقى اعوذ بالله، في فوارق. ايه الفوارق؟ انا عارف انك مش معايا عشان كده بصحيك. استاذ ماجد اطلب العلم، اعمل ايه؟ ارش ماء اكسر البدايه في دماغي؟ اطلب العلم، اطلب العلم. احنا بنرجو من الله انك تطلع عشان تمسك الناس على التحديث. اطلب العلم، ممكن تطلب العلم؟ ممكن. انت ما بتطلبش العلم، انت راجل مرفه ماسك شمسيه فاهم حضرتك وماشي في الحر بتعمل كده، هو ده اللي بتعمله. اطلب العلم. موت تعرف تموت؟ الدرس ان هذه منع اكلها للنجاسه وهذه منع اكلها للتكريم. ممتاز ممتاز. انا ما كنت اريد اسمع الا هذا. البون شاسع عروق واسع، الحمار حمار ونجس، لان الله يعاق الرجس والانسان قال عنه رجس. اما الانسان فايش؟ فتعظيمه مكرم، ولقد كرمنا بني ادم. فكيف الالحاق؟ عشان كده قلت الحاق بارد، الحاق بارد. هذا قياس باطل، لذلك قلنا الافضل من ابن حزم يدخل في السكه هنا ردا عليه. اخوك اهو شوف انا لسه سائل عنه، دي كرامات اولياء. اتفضل كل. والشيخ اهو الشيخ مزير اهو اتى، انا قلت لك اغلق عليك يا بياتي. سائل الباشمهندس عبد الرحمن معه. استنوا انتوا الاثنين نصير. ما الفرق بين الحمار وبين المراه؟ انا اسف في هذا السؤال. ما الفرق بين الحمار وبين المراه؟ الأتان. ما أنسى الأتان طيب. بس كده. وما الفرق؟ الفرق أنها مسمى أتان والتاني اسمها إنسان، واتفق في الحرف الأخير. الاثنان يشبعان يعني يشبعان ايه؟ أو يشبعان خلاص مات، ما سيبهم ياكلوا. اتفضل. الحقيقة إبراهيم من؟ قال إيه؟ إبراهيم قال إيش؟ ماشي الحمد لله ما سمعتوش. إذا نقول هذا قياس باطل، القياس هذا قياس فاسد جدا. الحق الإنسان بالحيوان، هو حيوان أصلا ناطق ماشي كما يقولون. الحق المرأة بالأتان هذا فاسد جدا. وقالوا بأن دم الحيض غذاء للجنين وهذا ليس بصحيح، فلا يتغذى الجنين بدم الحيض، بل يولد وفمه مسدود ولا طريقة فيه لجيران الدم، وعلى وجهه المشيمة لا جنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض. وطبعا الأطباء أيضا أعتقد يعني أنكروا هذا. بالحبل السري، فكلامه كله باطل في هذا الباب. قالوا وأنه لا يباع عادة. قلنا وإن كان لا يباع عادة فإنه يباع هنا للحاجة، يباع هنا للحاجة، فليس لهم في هذا الباب أي مدخل في مسألة عدم البيع. قد يكون لهم وجهة واحدة لعدم البيع. المحرمين. أحسنت. لمسألة إيش؟ مسألة المحرمين. زيكم أصلا يعني في ألمانيا وفي عملوا حاجة اسمها مصنع الألبان، أخذوا من أكثر من واحدة اللبن ويطعمون به الصغار، وهذه مشكلة كبيرة جدا. والفقهاء في المعاصرين من قرضاء وغيره رحمة الله عليه قالوا بالجواز، والمسألة فيها محظور، المسألة فيها محظورات. خمس رغرات نشبعات يحرم، والمسألة يكون فيها اختلاط أنساب في هذا الباب وعدم تمييز، وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة أكبر مما تكون، فلا بد لها من حل. ها؟ حتى لو اختلط اللبن اكثر من الله يعني. نعم لبن، ما اختلطش ببطيخ. لبن ولبن يبقى مشبع. انا قصدي ما تقول لي ان اللبن المختلط كل واحده رضعتين
او كل واحد تقدر... لا كلام مش متصور بحمل احوال ده عاملين نهر اللبن يعني بتعصر الثدي ويشترون ويعطونا اموال طائله في ذلك. وهنا بقى هو هذه المساله مساله فيها ما المخرج منها؟ ما المخرج من المحرميه هنا؟ ما المخرج؟ لكن احنا بنقول يجوز بيعه، نعم تبيعه لزيد وزيد ياخذ اللبن لابنه، خلاص صارت هي امه في الرضاع. فهمني؟ علم ذلك وزيد اعطى لابنه هذا اللبن اللي اشتراه من الظئر هذه، هو ما استاجرهاش، خلاص اشترى منها لبن. خمسه رضاعات مشبعات تجعله ايش؟ ابن الله. وعرفنا ذلك. لكن لما انت تعمل مصنع وتدخل كل الالبان بعضها في بعض، فاهم؟ والاطفال ياخذون منها، هذه معضله تحتاج الى ايش؟ الى دقه نظر في هذا الباب، تحتاج الى بحث، تحتاج الى فصل خطاب في هذه المساله. فقد يكون وجهه نظر الحنفيه في هذا الباب لو قالوها لكان لهم معدل مما من الاختراعات التي تكلموا فيها والقياسات الباطله التي قاسوها. ولكن في النهايه يجوز بيعه، نعم يجوز بيعه لانه طاهر، وكما قلنا اذا جاز الاصل جاز الفرع، ودي تعرف الاصل والاصل بيباع. نعم الآن تباع ولا ما تباع؟ بس تفضل اشغل. يعني من قال بالجواز هيقول اخواتي من الرضاعه هنا، ويقول ذاب الماء في اللبن في اللبن، نقول له لبن خمس رضاعات اكثر من كده، لبن في لبن عليه المعيار الصحيح الموجود، لا سيما بقى اذا كان هو بيتبنى ان رضعه واحده تحرك. ودي قول الاخوان العلماء، ابن حزم يرى ان رضعه واحده تحرك، وابن المنذر نفس الامر. المنذر اعتقد يقول بقول الملكيه ثلاث رضعات، لكن المؤمن فيه من يقول بان رضعه واحده تاتك، لان قوله تعالى وامهاتكم التي ارضعنك، اقل ما يسمى الرضاع فهو يحرم. فدي معضله، دي نازله من النوازل، لان هو المصنع ده عاملينه اصلا والفتاوى جايه راح جايه عليه. وانا اقول كيف يفعل ذلك وكيف يفتي بهذا، والمساله اصلا سيكون فيها اختلاط انساب. اه لا الواحد اللي هياخد هيدخل معاه الخمس رضعات ولا لا؟ طب خلينا نقول باللقاء رضعه واحده، خلص المساله، نفس المعضله موجوده. وبعدين هذه المساله فيها ايه؟ فيها تحريم وفيها ظهور عورات، يعني امور بقى اخرى ثانيه، لكنها نازله. وما ارى لهم وجهه فيما قالوا في هذه المصانع التي قالوا بجوازه. والحقيقه في هذا الباب ايضا فيها امور اخرى، وش هي؟ يعني المفاسد العظيمه، ما ادري لما لا ينظرون المسائل الفقهيه عالية. ايش الامر الاخر الماخذ؟ امتهان المرأة. هتمتهن منين؟ ما هي اصلا اعطت لا، ما فيش امتهان. فين؟ ماشي. في امر اخر المفروض تعرفونه. لا مش زنا. شوف، كانوا ينتدبون من ترضعه للاخلاقيات التي يكتسبها وللصفات كلها. انتهى الموضوع، اتخلط بالكل دوت، اصلا ضيعت شخصيات الشخصيه التي يمكن ان نقول مع تخليط الوضيعه مع الرفيعه وصاحبه السمات الشخصيه التي يمكن ان تؤثر في من ترضعه، فاهمني؟ وذاك انتدبوا للسلام، يعني افضل من كان فيه من رضاع هم الذين ارضعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مساله اخرى، شوف لا ينظرون اليها. يا رجل، المرأة كانت تستبدع من أجل أن تخرج من صلب رجل فتي، تخرج يعني رجلا مقدما على الناس، يعني كانت تذهب إلى سيد القبيلة فتعطيه نفسها من أجل أن تحمل منه يعني حتى شوية سفلة وجاهلية، لكن عندهم إيش؟ وشوف هي تريد تأتي بولد مرموق، فتقول لا يكون إلا من صلب واحد مرموق، فما تذهب في القبيلة إلا أن تجد فحلها فتعطيه نفسها. فسبحان الله يا طه حسين، مالك فرحان وانت فحل قبيلة أهلك، فمنتظر حد يأتيك. الله يهديك. سنقصد نساء أيضا، امرأة تفهم فيها، الجاهلية مفيش شرع
مع ان العفه معروفه في الجاهليه، لكن هي يعني خدها من الجانب الاخر. فعلت ذلك لما هي تريد تنجب من يكون نبيلا. يقولون لا يكون نبيلا الا اذا كان من صلب نبيل. ها شوف، لكن في هذا الباب بقى في النكاح، لذلك احنا قلنا المراه ان تنظر الى من يكون نبيلا فتعطيه نفسها. يعني المراه تهب نفسها لرجل تراه نبيلا، طبعا ما اقصد بالهبه ان تقول وهبتك نفسي، يعني ان هي تعرض نفسها عليه. هي دي هتضحك يا عبد الله، دي ما فيهاش، مفيش وهب، اوعى مفيش وهب، مفيش حاجه اسمها اوعى واحده تيجي تضحك عليك وتقول لك هبتك نفسي وانت تقول قبلت. اوعى يا عبد الله، اقسم بالله شيخنا يقررون ذلك في الافلام. طالعين واحد كان عبيط اللي هو ولي من الاولياء، طلع ولي من الاولياء وهي رقصه ده ادب له، قال لها لا مش هقدر جنبي غير لما تقولي وحدتك نفسي. بالله؟ والله العظيم. هم يقولون انه كثير في الجامعه بيبعت هذا، بس انا لم ادرك مثل هذا بحال. افلام قديم. انا لله وانا اليه راجعون. في حد طلع تلفزيون وعمل احصائيه 400 حاله، 400,000 حالة جواز عرفي في مصر. بس في ولي وشهود ولا منه ليها وخلاص؟ ايوه منه ليها وخلاص، يعني مش ولي وشهود. ما هي كان من صحابه وخلاص، في ولي ما خلاص انتهى الموضوع، مش ولي خلاص، النكاح لا يكون الا بولي. قال الامام رحمه الله واختلفوا في بيع العرايض، فاجاز مالك واحمد والشافعي رحمه الله عليهم جميعا، وحجتهم الحديث الصحيح وقد تقدم ذكرنا له، على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ومنع منه أبو حنيفة. طبنا خلينا واحدة واحدة، واختلفوا في بيع العرايا. نعم. ماشي كملها. قال ومنع منه أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه على الإطلاق، فأما اختلافهم في قدرها فقال مالك رحمه الله في إحدى الروايتين، والشافعي رحمه الله في أحد القولين يجوز في 5 أوسق، وقال أحمد رحمه الله إنما يجوز فيما دون 5 أوسق ولا يجوز في 5، وعن الشافعي ومالك رحمهما الله مثله، ولم يختلفوا أنه لا يجوز فيما زاد على 5 أوسق، وصفتها عند مالك رحمه الله أن يكون قد وهب رجل لآخر تمرة نخلة أو غلات من حائط، وشق على الواهب دخول الموهوب له إلى قراحه، فلا يجوز لمن أعراها بيعها حتى يبدو إصلاحها، ثم إذا بدا إصلاحها فله بيعها ممن شاء غير معيرها بالذهب والفضة والعروض، فعريها خاصة تحريصها تمرا، وذلك له بثلاثة شروط، أحدها أن يدفعها إليه عند الجذاب، فإن شرط قطعها في الحال لم يجز، والثاني أن يكون في 5 على معيرها خاصة أوسط، وإن زاد على ذلك لم يجز. يعني إيه خاصة أوسط؟ 5 أوسق يا ابني. عندي من أول 5 لمقرأة. خاصة إيه؟ أنا عمله مش خاصة، إيه اللي جاب خاصة وعمل إيه؟ في 5 أوسق حديث ما ظاهر جدا غير ما تنظر حتى. حديث. قال والثاني أن يكون في 5 طويلة جدا، هذه المسألة طويلة جدا جدا جدا، والمسألة فيها. قال والثاني أن يكون في خمسة على معيرها 5 أوسق، وإن زاد على ذلك لم يجز. والثالث أن يبيعها بالتمر مقصور على معيرها خاصة دون غيره، وفي كل ثمرة. نحن سنجي من هذه المسألة وأنتم تبحثوا بقى في تطويلها، هذا التطويل على العرية فقط. حقيقة هنا قال اختلف في بيع العراية. العراية جمع عرية وهي الهبة، وهذا كان من دأب أهل الجاهلية، كان إذا انتشر الجد يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له. هذا في اللغة بمعنى العرية، وما كان من أهل الجاهلية. حقيقة العرية هنا ما معناها؟ لكن الحنفية أيضا يرى أنه جعلها من الهبة، وأنه يجوز مرء أن يشتريها منه إذا وهبه إياها، أن يشتري منه بخرصه تمر. ومجمل المسألة في بيع العراية هي أنه
قد يكون استحسان هذا أنه جواز بيع من نهي عام، جواز بيع من نهي عام موصوف بوصف مقيد أو مقيد. النهي العام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة هي بيع الثمر بالتمر، ده أصل النهي العام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وده أشوف لأنه لأن أبو حنيفة مخالف من التأصيل، مخالف في كل ما يأتي في التفريع، على أساس أنه بيع الثمر بالتمر أنه يخرس ما في ما في على النخل، طيب ويعطيك أواسق معدودة في التمر، يعني يقول دي خمسة أواسق فبيع خمسة أواسق رطب، خمسة أواسق تمر. أبو حنيفة قال يجوز. ليه؟ قال الشرط قد توفر، بل الشرطان، الشرط الأول التقابض موجود، الشرط الثاني التماثل موجود، خمسة أواسق وخمسة أواسق. نعم قال يجوز هذا، أبو حنيفة يقول في ذلك يجوز، يقول لأنه ده أصل البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال هذه خمسة أواسق خمسة أواسق، الشرطان متوفران، فهو بيقول إن الثمر بالتمر خمسة أواسق خمسة أواسق يجوز، لأنه عنده أصل عام، وأحل الله البيع حرم. الجمهور قالوا حرام، ومعهم في ذلك إيش؟ النص. فهنا أبو حنيفة يقول بذلك، يقول لأنه الشرطان توفر. قلنا النص بينا أن الاستثناء في هذا الباب أن الشرطان غير متوفرين، وإن كان التقابض، فالنبي أظهر العلة. وش قال؟ أينقص الرطب إذا يابس؟ لأن التمر يابس ولا مش يابس؟ وهو بياخد رطب، أينقص الرطب إذا يابس؟ قالوا إيش؟ قالوا نعم، قال إذن فلا. لذلك كانت القاعدة الكلية الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، مش التفاضل حرام، ما هو الجهل بالتماثل. إذن إذا قلنا أن الرطب إذا يابس ينقص، طب كم سينقص؟ هل يسير؟ هل فقر يسير؟ ها؟ وكم سيكون؟ هل الخمسة أواسق ستكون أربعة أواسق؟ أربعة ونص؟ المهم في الحالتين لن يكون خمسة بخمسة، لا يعني شرط التماثل قديش اختل فأبتوا البيع، فهمتم؟ يبقى ده النهي العام، أبو حنيفة مخالف في أصل النهي أقول الآن في هذا الباب، ويقول عندي كتاب الله قد قال وأحل الله بيع حرمه ربا، وعندنا ايضا انه قال التمر بالتمر ايش ربا الى ان يكون مثل سواء سواء ادم بيت، قالوا هي مثل بمثل اهو، قلنا لا، اختلف التمر مع التمر وليس جاد بالرضيع، انما الرطب والتمر، الرطب اذا يابس يقل يقل، بدل جهلنا التماثل، والجهل التماثل كالعلم بالتفاضل. فهذا نهي عام، العرية مستثنى منه، العالية مستثنى منه. فيها مسائل هجيبها إجمالا، والإخوة عادلة تقرأ بقى الكلام الطويل عند التحقيق في هذا الباب لتعرف مزايا المسألة وخفاياها. هذه فيها ثلاث مسائل، احنا قلنا العالية استثناء، وده استحسان يعتبر استثناء، والاستثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، وما دام قال رخص يبقى الأصل إيش؟ التحريم هو الآن، رخص في بيع العرايه في خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. فالمسألة الأولى رخصة، يبقى إذا الذي خرج عن القياس، وما خرج عن القياس فغير عليه لا انقاص. الزكي الشافعي واقف على التمر فقط، المالكية المالكية قالوا كل ما يبس يدخل فيه، لكن الحنابلة قالوا التمر وإيه ها والعنب، التمر والعنب يدخل فيها ولا فارق، والقياس هنا قياس إيش صحيح، ما في فرق، فهمتم؟ يعني لا يقف عن عنده الحنفية هم الذين يقولون بأن ما خرج عن قص فغير عن الإنقاص، الشافعية لا يقولون بها، يعني يقولون لو تحكمت العلة إيش يصح القياس، لو تحكمت العلة، لا تحكمت. هذه المسألة الأولى أنه ذنهي، هذا استثناء، ويعتبر بعضهم قال هذا استحسان لأنه خرج عن النظير، هذا بيع العريض انه وصورتها، هذا المستثنى صورته رجل ليس معه مال ولكن معه ايه تمر، يملك تمرا وليس معه مال، والرطب تفكه، كان اهل المدينه يتفكهون به، تعرف ان الانسان كان اهم ما يفطر عليه هو ايش
رطب 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 يعني كأنه هو الفاكهة حقا، التمر كأنه قوت عندهم في المدينة. ولذلك قال بيت ليس فيه تمر فأهله جياع، لكن الرطب فاكهة يتفكهون بها. والأولاد تستشرف أنفسهم للرطب لا للتمر، وهو عنده تمر عنده شمال، فماذا يفعل؟ رخص له أن يعطي 5 أواسق أو دون 5 أواسق يأخذها رطب ويعطيها تمرا ويتسامح في إيش؟ في الفرق، يتسامح في الفرق، ولأنها مستثنى من الأصل. عشان كده قلنا قاعدة مهمة جدا. إيش هي؟ أحسنت. وأنا عارف إنها مع إن فيش حد يتكلم النهاردة، بس هو بقى البركة عنده غزالة ساعات تروح وتيجي، يتسامح في الفرد ما لا يتسامح في الفرد النسيئة. ولا إحنا طب لما ماشي عندك وانس طب لا ما طيب بس ماشي جيد. هو هذا النهي عن ربا الفضل، نهي وسائل لا نهي مقاصد، ونهي الوسائل يتسامح فيه، نهي الوسائل يتسامح فيه. ها قالوا ذلك، وبعدهم قال هذه حالة خاصة وشافع عمامها غنية أو مش غنية فعل ذلك، يعني الجمهور قالوا ذلك، الشافعي قال لا عام. وهذه المسألة الأولى، هذه العرية، فإنها رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في 5 أواسق أو دون 5 أواسق. المسألة الثانية على هذا الباب، هل هي خاصة أم عامة؟ يعني خاصة في من تشوف ولا مال له، أم هي عامة يمكن لكل أحد أن يفعل ذلك؟ الجمهور على أنها خاصة، المالكية بالذات. الشافعية قول على التعميم، معه مال غني مش غني له 5 أواسق، لأنه يرخص، طالما رخص رخص الجميع، وهذا أنسب، هذا أنسب. كما قلنا أنه التساؤل فيه وارد، والمسألة من أجل إيش؟ من أجل الغنية في هذا الباب الذي لا يأكل الأهل. الثالثة 5 أواسق دون 5 أواسق، طبعا الحنفية في هذا الباب لهم موال آخر، لكن في النهاية الحنفية خالفوا في التأصيل وخالفوا في إيش؟ في التفريع. قالوا في مسألة العرية لا يقولون بها صراحة، طويل جدا التعليل لهم، فمن أراد أن يراجع فليراجع. لكن هذا الراجح في المسألة التي قال فيها الجمهور اختلف فيما بينهم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ في 5 أواسق أو دون 5 أواسق. فهناك من قال أنها لا تصح في 5 أواسق بعد اتفاقهم، اتفاقهم في إيش؟ أحسنت، بعد اتفاقهم أنه لا يجوز فوق 5 أواسق، يعني هذا تحديد خلاص. والشك من الراوي قال 5 أواسق أو دون 5 أواسق. الشافعية والحنابلة قالوا إن نظرنا وجدنا أن الأصل النهي، وقول الراوي بالشك 5 أواسق أو دون 5 أواسق استيقنا بأن الحلف دون 5 أواسق لأن الأصل النهي، وشككنا في إيش؟ 5 أواسق. هنا طرح الشك واجب، فقالوا وصحتها تكون في دون 5 أواسق. أنا أدين الله بذلك، لكن لا أحجل على من قال في 5 أواسق. لما؟ لأن أصل الأمر التسهيل، وما جاء في 5 أو دون 5 على الترخيص يكون فيها التسهيل، لكني أدين الله بأنه الأصح هو دون 5 أواسق، دون 5 أواسق. هذه مجمل هذه المسألة في هذا الباب. أما تفسيرها عند الإمام مالك مع اشتراطها فالإخوة تراجعها في هذا الباب، لأنه وضع بعض الشروط عند المالكية في فرعيات الفقه الجزء، ولكن لب المسألة وكل المسألة واقف على مسألة 5 أواسق أو دون 5 أواسق. طبعا هذا كله إذا كان التقابض في المجلس، فإن اختل شرط في هذا بطل التعامل.
فرّوا عليها تفريعات طبعا. إذا ترك الرطب حتى صار تمرا هل يجوز ولا يجوز؟ صحنا ويش لا يجوز. الأمر هنا على على الصورة في هذا الباب, والصورة أنها رطب بتمر من أجل التيسير على عباد الله. الصورة جابها يعني يقول مثلا صورة الخمسة أواصف التمر أو الرطب مثلاً. شوف هو جاب خمسة أواسق تمر معدودة معلومة ماشي. بيأتي رجل عنده فقه عنده إتقان أنت فلاح صح عنده إتقان في الفرس, يقول يقول على الشجر هذه شجر شجري معيارها خمسة أواسق فبخرصها رطبا. أما التمر معدود خمسة أواسق خمسة أواسق, إنما إنما على الشجر بيكون ايه على الوزان خرص. فعلى عندنا عندنا مأخذان الاول هنا المأخذان فين الرطب انا واخدها خرصة صحيح. الثاني المأخذ الثاني انه اذا يابسة نقص, لذلك هم شددوا على الوزان دون خمسة أواسق. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.